حذر مفوض الموازنة في إسرائيل يوجيف جرادوس الحكومة من توسيع حدود الإنفاق الحكومي دون إجراء التخفيضات والتعديلات المناسبة لتمويله، حيث قد تواجه البلاد خفضا آخر للتصنيف الائتماني. وفي حديث خلال اجتماع لجنة المالية في الكنيسة، قال المفوض إن زيادة إطار الميزانية قد ترسل إشارة سلبية للمستثمرين. هذا وتحرص الحكومة الإسرائيلية على زيادة الإنفاق الحكومي بدعوى استمرار الحرب على صعيد غزة وجبهة الشمال. ناقش اجتماع لجنة المالية زيادة قدرها 900 مليون دولار في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل المدنيين الذين تم إجلاؤهم وجنود الاحتياط حتى نهاية العام. وبالمقابل واجه هذا الإجراء ردود فعل عنيفة من المسؤولين في وزارة المالية وسياسي المعارضة الذين رفضوا تأكيد وزير المالية بتسيل سموتريش أن التوسع لن يدفع عجز الميزانية إلى ما هو أبعد من الهدف السنوي البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقرر للعام الجاري.